بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناه خفايا الشبكه العنكبوتيه. سوف نرى اليوم اعجاز في السنه المطهره، اعجاز اثبته العلم، وهو كيف يمكن انك انت تحمي نفسك من الموت المفاجئ الناتج عن ارتفاع الضغط او الناتج عن الجلطات المفاجئه والسكتات الدماغيه والسكتات القلبيه اثناء النوم. زائد ايضا كيف يمكن انك انت تحمي نفسك من البلغم ومن ما يسمى بالجاتوم اللي بيأتي أثناء الليل. كل هذا سوف نقوم باستعراضه من خلال الإعجاز اللي موجود في السنة. هذا الإعجاز طبعا سوف نرى مع بعض الحديث، وسوف نرى أضع لكم السند والمثل الخاص بهذا الحديث. طبعا عن أبي البراء بن عازب يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم مضجع على شقك الأيمن. طبعا بالنسبة لي الشق الأيمن، النوم على الشق الأيمن ليه الكثير جدا 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 من الفوائد والكثير جدا من الاحتياطات التي سوف تفيدك والتي أثبتها العلم، حيث أن كل ما هو موجود في هذه الحياة، طبعا الإنسان لم يخلق عبثا، ولكن لكل شيء له أداب، مثل ما يكون للأكل أداب وللصلاة أداب ولكل شيء يكون له أداب، وذلك أيضا حتى النوم له أداب. من ضمنها أنك أنت تنام في الليل، طبعا النوم في الليل، الآية اللي ذكرت وهي أن جعلنا نومكم سباتا والليل لباسا والنهار معاشا، هذه الآية بتثبت لك أهمية النوم في الظلام وأهمية التعرض إلى أشعة الشمس في النهار. لماذا؟ لأن خلايا المخ تفرز فيها مادة تسمى الميلاتونين، هذه المادة هي المسؤولة عن تجديد الخلايا الميتة سواء كانت في الشعر أو في الجسد. لذلك بتجد أنت ناس خصوصا اللي بتنام في النهار وقالب العملية، بتجد أن حتى شكلها الخارجي أكبر بكثير جدا من العمر الخاص بها. لذلك بتجد ناس بتعطاها عمر أكبر من عمرها، وبتجد ناس أخرى بتعطاها عمر أصغر من عمرها. وأيضا في السنة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاضطجاع أو النوم على شقك الأيمن. طبعا ليس فقط مجرد النوم العادي اللي يظنه الناس، النوم يعني مجرد انك انت تنام على شقك الايمن وخلص، لا، ليه بعض الاداب وليه بعض التفاصيل الدقيقة اللي تساعدك في الحماية من النوم المفاجئ ومن المشاكل القصبة الهوائية. من مشاكل النوم على الظهر هي مشاكل كترة الشخير، حيث يتعارض اللسان مع اللسان المزمار طبعا مع القصبة الهوائية، وبالتالي بيكتر ما يسمى بالتنفس الفموي وما يسمى أيضا بالشخير بيكتر. وأيضا قد تتعرض وأنت نايم على الظهر الخاص بك لما يحدث الكثير جدا من الناس، وهو ما يسمى بالجاتوم، لأنه ممكن أنت تكون مستلقي على ظهرك ونايم، فبالتالي إيديك الاثنين بيأتوا على الصدر، فبعد فترة معينة من هذه الوضعية بيحدث ما يأتي بالجاتوم. أما النوم على جهة اليمين من المستحيل أنك أنت، خصوصا الناس اللي بتعاني من الجاتوم، أن هي يحدث لها هذه المشكلة وهو نايم على اليمين. أيضا من المشاكل الأخرى أن وضعية العمود الفقري في الاستلقاء على الظهر بتكون غير وضعية غير صحيحة، لأن ممكن الفراش اللي انت بتكون نايم عليه بيكون طالع ونازل من الوسط، انتبه جيدا. فعليك ايضا الانتباه الى شيء اخر وتفصيل خطير جدا في النوم على جهة اليمين وهو على جهة اليسار. بالنسبة لجهة اليسار، المعلومة التي يجهلها الكثير جدا ان الرئة اليسرى اصغر من الرئة اليمنى لوجود القلب فيها. فعندما انت تنام على جهة اليسار راح تسبب اثنين مشاكل. اولا المشكلة الاولى هي ان التنفس راح يصير فيه مشاكل كبيرة جدا، زائد ان البلغم لن يخرج اللي هو طبعا البقايا الخاصة بالاتربة والوضع الغير صحي اللي نعيش فيه، راح تمنع الرئة من تسريب هذا البلغم وهذه الاوساخ من الجسد، خصوصا طبعا اثناء النوم. فيستحسن ايضا، والقلب راح يصير فيه تضايق لان عضله القلب لن تشتغل بالشكل الصحيح، لان جسم الجسد بالكامل راح يكون واقع على جهه اليسار، زائد ان ايضا حتى الكبد راح تكون معلقه في الاعلى. فالكبد عندما تكون معلقه لن تتمكن من تصفيه
السموم الموجودة في الجسد. هذه الأشياء اللي يجب عليك أنك أنت تنتبه لها أثناء النوم على جهة اليسار. كما أن عليك الانتباه إلى أن المخ ينقسم إلى شقين، في الشق الأيمن والشق الأيسر. طبعا الشق الأيمن هو اللي يكون مليء أكثر بالعمليات الحسابية أو العمليات المباشرة، مثل قيادة السيارة، مثل شرب النسكافيه، مثل عمليات مثل الكمبيوتر، مثل لما أنا أتكلم بيعطيك المعلومات الصحيحة. أما الشق الأيسر فهو نادرا ما يستخدم من قبل البشر، اللي هو مثلا في حالة الرسم أو في حالة الكذب والإبداع، مثلا أي شيء فيه إبداع أو فيه في نوع ما من الخيال، فهذا بيشتغل فيه الشق الأيسر. حتى تنويع على أن أحد الأساسيات أو أحد الحيل والخدع اللي تبتكرها التحقيقات أو محققين الـ FBI في الولايات المتحدة، إذا ما قاموا بسؤالك عن شيء ما في مسرح الجريمة، فإذا أنت مثلا سألوك عن شيء ما في مسرح الجريمة، وعادة ما يكون هذا الشيء يتعمد أنه هو يكون ممكن يكون تافه أو يكون غير ملاحظ، يعني ما بتتذكرش بسهولة. فعندما يسألونك ذلك السؤال، إذا أنت قمت بالنظر والتفكير والأعين إلى جهة اليمين في الأعلى، فهذا بيعني أنك أنت تجاوب بصدق وتجاوب بمحاولة لاسترجاع معلومات تم قراءتها وتخزينها في الذاكرة طويلة المدى، لأن الذاكرة يوجد ذاكرة المؤقتة والذاكرة متوسطة المدى والذاكرة طويلة المدى، فأنت بتحاول أنك أنت تسترجعها كحركة لا إرادية يقوم بها الجسد الخاص بك ومتعارف عليها عند علماء النفس. أما إذا اتجهوا عينيك الاثنين إلى الأعلى جهة اليسار وفي محاولة لاسترجاع معلومة ما، فأنت هنا بتتجه للشق المسؤول عن الإبداع ومثلا الرسم أو التخليق، يعني أنت تريد أنك أنت تخبرهم بمعلومة مزيفة أو اختلاق قصة ما، ومن هنا يمكن يكون مقياس خطير جدا لتحديد إذا ما كنت أنت مصدر حقيقي لي أو مصدر مصداقية يمكن الوثوق فيه، أو قد نضطر إلى وضعك تحت الرقابة أو تحت أمور معينة كي تكتشف الحقيقة إذا كنت أنت أحد أطراف هذه الجريمة أو لا. عموما الخلاصة من هذا الكلام أن الشق الأيمن يقوم بوظائف أعلى من الشق الأيسر، لذلك عندما أنت تنام مثلا على جهة اليسار لن يحصل على الكمية الكافية من الأكسجين لكي يقوم بالوظائف الخاصة به في اليوم التالي. لذلك إذا ما نمت أنت على جهة اليسار وتركت على جهة اليمين وتركت الرئة اليسرى بتشتغل بكامل كفاءتها، فالأكسجين بيصل إلى الجهة اليمنى من المخ، وهذا بيساعدك في كثير جدا جدا من الأمور، خصوصا الناس اللي بتدرس. كما وأن أصلا الوريد الأورطي يكون ملتوي وهو خارج من القلب، فمش بالسهولة أنه هو يوصل الأكسجين إلى الشق الأيمن من الرأس. كما أن النوم على جهة اليمين هو مهم جدا جدا، خصوصا للناس اللي بتعاني من مشاكل سوء الهضم أو كثرة الغازات، حيث أن النوم على جهة اليمين بيساعد في استقرار الكبد واستقرار المعدة بشكل تام، وبالتالي ما بيحدثش عندك ما يسمى بالارتجاع أثناء النوم، الارتجاع الحمضي. الناس اللي عندها ارتجاع المريء عليها أن هي تحاول أن هي تنام على جهة اليمين. كما قلنا الكثير جدا من الأشياء الخاصة بالامتصاص والهضم، حركة أصلا الفضلات وأنت نايم على جهة اليمين بتكون أسرع من أنك أنت تحرير، طبعا الفضلات بيكون أسرع من أنك أنت تكون نايم على جهة اليسار، لأن هناك معلومة الكثير جدا بيعرفهاش، وهي أن الإفراز الحمضي للمعدة يزيد أثناء النوم، وهذا عليك الانتباه. أيضا الناس المصابة بجرثومة المعدة أن هي تحاول أن هي تنام على جهة اليمين، لما معروف هذه الجرثومة إذا أخذت لها أدوية معينة فما بتموتش، لأنك أنت لما بتنام على جهة اليسار فبيزيد الحمض، هذا بيخفف من أثار المضادات الحيوية وهي أصلا بتعيش داخل ذلك الحمض، فعليك أنك أنت تنام على جهة اليمين لكي يقلل الإفراز هذا الحمض. وعندما متى أنت نمت على جهة اليسار وزاد هذا الحمض وتقفل عضلة الفؤاد، فبالتالي راح يحدث لديك ما يسمى بارتجاع المريء اللي ناتج عن جرثومة المعدة، فعليك الانتباه أيضا للناس اللي هي تعاني من مشاكل جرثومة المعدة. الشيء الأخير هو أن وضعية النوم على جهة اليمين لكي
تتفادى مشاكل الجلطة أو السكتات الدماغية المفاجئة، وخصوصا أو ارتفاع الضغط المفاجئ اللي عند الكثير جدا من الناس. انتبه جيدا، النوم على جهة اليمين، الوضعية اللي كان ينام بها الرسول صلى الله عليه وسلم هو النوم على جهة اليمين، وهو إن بيضع يده هكذا وبينام. كما أن النوم وضع اليد على هكذا طبعا بالوضعية هذه، والنوم على جهة اليمين اللي هي اليد اليمنى، ليه طبعا أكثر من فائدة. الفائدة الأولى هو التخلص من الشحنة الكهربائية اللي بتدور أثناء النوم، خصوصا لمرضى الصرع اللي بتحدث لهم هذه النوبات أثناء النوم. للتخلص، ما هو الصرع أصلا؟ هو عبارة عن اختلال في النوبات الكهربائية، فالتخلص منها عليك النوم. حتى الإنسان الطبيعي اللي هو ممكن بيصبح متوتر أو بيصبح من النوم زعلان بدون سبب، فهذه عبارة كلها عن خلل في الشحنات الكهربائية. للتخلص منها عليك فقط بوضع يدك هكذا. أيضا للتخلص من الجلطة المفاجئة أو ارتفاع الضغط، يجب أن الرأس يكون مرتفع قليلا عن مستوى الجسد بصفة عامة وعن مستوى الرقبة. يجب الرأس أنه هو يكون هكذا لكي تساعد عملية الدورة الدموية اللي كي تصعد للرأس. طبعا ما تصعدش بكامل قوتها، يعني يصبح فيه تدفق. جرب انت نام هكذا بدون وسادة، راح تجد انت صداع وتقل كبير جدا في الرأس. ايضا الناس اللي تعاني من مرضى الضغط او اللي عندها مشاكل في الشرايين وممكن تكون مثلا عرضة للجلطات، عليك انك انت مثلا السرير هو هكذا وانت بتنام من هنا، من هنا بتنام، تضع رأسك تأتي للأرجل الموجودة هكذا وبتضع تحتها طبعا طرف سيراميك أو أي شيء، لكي يكون السرير مش على استقامة واحدة، يكون جهة الرأس مرتفعة مثلا بمسافة مثل إصبعي. هذه هي المسافة اللي يجب أن هي تكون مرتفعة، يكون السرير مائل شيء بسيط لا يذكر، مش ميول طبعا كبير جدا، لكي ما تحدثش مشاكل التنفس خصوصا عند الأطفال، لكي أن الدورة الدموية الخاصة بهم ما تصعدش بسهولة. لكن الناس اللي عندها ضغط يجب أن هي تنام والأرجل الخاصة اللي تضع أنت رأسك والأرجل الاثنين بتضع تحت طرف سيراميكا لكي ما يكونوش على نفس الاستقامة الخاصة بالرأس. وهذه هي أكثر الفوائد اللي خاصة بالنوم على جهة اليمين، بتساعدك سواء كان في مشاكل المعدة أو مشاكل الكهربائية الدورة أو الكهرباء اللي بتلف. جميع المشاكل هذه راح تحلها عن طريق النوم على جهة اليمين. المهم هذا هو الموضوع، لأن انزل أسفل هذا الفيديو إذا كانت هذه أول مرة تشاهد القناة الخاصة بنا، انزل أسفل هذا الفيديو بتجد بوكس أو شعار هكذا باللون الأحمر، صندوق صغير تجد فيه كلمة اشتراك أو سبسكرايب. انظر بس الآن، انظر أسفل الفيديو أسفل العنوان تجد، انقر عليه وأيضا فعل خاصية الجرس وانقر على زر لايك. لديك أي معلومات أخرى حول النوم على جهة اليمين أو أي مساعدة، انزل تجد إضافة تعليق، حط إضافة تعليق وسوف أقوم أنا بالرد عليك، أو أي عابر سبيل أو فعل خير قوم بالرد عليك. سلام.